سلام صافا لاباس عليكم هانين مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم روتين كامل للعنايه بالبشره لتبييض وتوحيد لون البشره للتخلص من البقع الداكنه الكلف تجاعيد خطوط الرافعه ترهل البشره الى عندكم اثر حرق الشمس الى عندكم اثر الحبوب الى عندكم اثر الحبوب عندكم تصبغات لون غير موحد الكلف اسمرار الى عندكم اي مشكل في البشره فاليوم غادي نشارك معكم روتين كامل بمواد طبيعيه 100% للعنايه بالبشره والتخلص نهائيا من هذه المشاكل. هادو خاصكم تعرفوا على ان المواد الطبيعيه بوحدهم ما كافيش والكريمات بوحدهم ما كافيش، يعني باش يكون عندنا بشره صافيه ولامعه خاصنا ضروري نستعملوا 50% من المواد الطبيعيه او الماسكات الطبيعيه و 50% من الكريمات والسيرومات في الروتين ديالنا، يعني بجوجهم باش كنحصلوا على بشره لامعه مشرقه وصحيه. ولهذا في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم روتين طبيعي 100%. ودابا نبداو الروتين ديالنا على بركه الله. كنا كنعرفوا على ان التقشير فهو جزء اساسي في الروتين للعنايه بالبشره، صراحه هذه الخطوه هذه فهي رجعات اساسيه في الروتين ديالنا للعنايه بالبشره. دابا غادي نخليكم تشوفوا المكونات والطريقه ونتلاقاو. بالنسبه للمقشر فانا استعملت معلقه كبيره ديال الخرطال الطبيعي مطحون ومعلقه كبيره ديال الروز الابيض مطحون. بالنسبه للخرطال فهو الشوفان كتلقاوه عند العطار، ومعلقه كبيره ديال الروز العادي الابيض الطبيعي، ومعلقه كبيره ديال القهوه الطبيعيه الغير معشبه بدون اضافات معلقه كبيره. وغادي نضيف على الخليط ديالنا معلقه كبيره ديال العسل طبيعي او لا العسل الطبيعي للتجميل بحال ما كاينش مشكل، ومعلقه كبيره ديال زيت الزيتون طبيعي. بالنسبه لزيت الزيتون فيمكن لكم تضيفوا سواء معلقه كبيره او لا معلقه ونص على حسب الخليط حتى كتحصلوا على خليط متجانس. بالنسبه لهذا الخليط هذا او لهذا المقشر فهو جد فعال في التخلص من بكتيريا على سطح البشره، تهدئه البشره، ترطيب البشره، تخلص من الاوساخ والرؤوس السوداء، تخلص من التجاعيد وتحفيز الكولاجين في البشره. بالنسبه لهذا المقشر حتى هو كنستعمله على البشره ديالي والعنق ديالي لمده 10 دقائق وكنغسله بحركات دائريين، ضروري كنخليه 10 دقائق. دابا نخليكم تشوفوا الطريقه. شاركت معكم اليوم فهو مقشر جد فعال في ترطيب البشرة، تخلص من الزيوت الزائدة، تخلص من الرؤوس السوداء، تخلص من الحبوب، تخلص من القشور على سطح البشرة، كيعطي واحد الحيوية واحد إشراقة البشرة ديالنا، كيخلصنا من الجلد الميت. خاصكم تعرفوا على ان المقشر فهو جد فعال في اعطاء حيويه واشراقه للبشره، في التخلص نهائيا من الجلد الميت، تخلص من القشور، توحيد لون البشره، تخلص من الزيوت الزائده، الاوساخ اللي كتسد المسام واللي كدير لنا مشاكل بحال الرؤوس السوداء وكدير لنا مشاكل بحال الكلف وتصبغات والاسمرار. ولهذا خاص المقشر ضروري تستعملوا على الاقل 3 مرات في الاسبوع بالنسبه للبشره الدهنيه والمختلطه، وجوج مرات بالنسبه للبشره الجافه والعاديه، ومره واحده اسبوعيا بالنسبه للبشره الحساسه، لان التقشير خطوه جد اساسيه ومهمه في اعطاء واحد الحيويه واحد النشاط واحد البريق للبشره ديالنا، فهو كيحفز الكولاجين
كيحفز الدورة الدموية وكيخلصنا من القشور الجلد الميت وكيخلصنا من الرؤوس السوداء والحبوب. هذا المقشر هذا فهو كيمنع من ظهور الحبوب وكيرطب البشرة بعمق. خاصكم تعرفوا على ان تحفيز الكولاجين فهو كيساعد في التخلص من الشيخوخة المبكرة، الخطوط الرافعة وترهل الجلد، ولهذا كنصحكم ضروري تستعملوا المقشر. دابا غادي نخليكم تشوفوا الخطوة التالية ونتلاقاو. الماسك فانا خديت طاطا بقشورها وسلقتها في الماء مزيان، ماء مغلى غير مملح طبعا، سلقتها مزيان لمده 45 دقيقه حتى تسلقات مزيان، وكنطحن ودرتها في الميكسور وغادي نطحنها مزيان حتى كيتجانسوا جميع المكونات وكنحصلوا على يعني سائل متجانس. ضروري خاص بطاطا تطحن مزيان مع الماء، بالنسبه للماء اللي سلقات فيه هو اللي طحنتها فيه طبعا. كما قلت لكم ملي غادي تسلق بطاطا غادي ناخذها ونقشرها ونديرها في الميكسور وندير معها الماء اللي تلقات فيه ونطحنها مزيان حتى كيتجانسوا المكونات. كنا كنعرفوا على ان بطاطا من بين المكونات اللي جد اساسيه في ترطيب وتوحيد لون البشره. طبعا هذا الخيط هذا من بعد ما طحنته غادي نحتفظ به جانبا، وغادي ناخذ زلافه وغادي نضيف لها معلقه كبيره ديال الروز العادي طبيعي مطحون، ومعلقة ديال نشا مايزينا اللي هي مايزينا، ومعلقة ديال نيدو اللي هو الحليب المجفف. نيدو هو الحليب المجفف، معلقة كبيرة. دونك معلقة كبيرة ديال الروز، معلقة كبيرة ديال النشا، ومعلقة كبيرة ديال النيدو اللي هو الحليب المجفف. وطبعا غادي نضيف عليها ثلاثة المعالق كبار ديال المحلول ديال البطاطا اللي انا ديجا وجدته، غادي نضيف ثلاثة ديال المعالق كبار باش غادي نجمع الخليط. بالنسبة لهذا الماسك هذا حتى هو كنطبقو على البشرة ديالي والعنق ديالي لمدة 20 دقيقة وكنغسلو بحركات دائريين لأنه جد فعال في تبييض البشرة. جد فعالين. فهاد الماسك اللي شاركت معكم واللي شفتو دابا فهو ماسك جد فعال في تبييض البشره. هاد الماسك هذا فهو كيبيض البشره وكيشد البشره، هذا كيعطي واحد اللمعان وواحد الاشراقه. الا تبعتوه فهو غادي يخلصكم من الكلف، تسبغات، الاسمرار، غادي يوحد لكم لون البشره. فهو جد فعال والنتيجه ديالو كتبان من اول استعمال. صراحه هذا اون فوا كتستعملوه كتبان لكم النتيجه لانه جد فعال في تبييض البشره والتخلص نهائيا من اسمرار البشره. وانا كنستعمله على البشره ديالي والعمق ديالي لمده 20 دقيقه نهار اه ونهار لا، وطبعا كنغسلو بحركات دائريين باش الا كان باقي عندي الاوساخ على سطح البشره حتى هما كنحيدهم مع الماسك ديالي. هذا الماسك هذا فهو جد فعال بالنسبه للبنات اللي عندهم مشاكل ديال الاسمرار، سواد الرقبه، عندكم الكلف، تسبغات، اسمرار، حروق الشمس، عندكم اثار ديال الحبوب. فهاد الماسك هذا جد فعال في ترطيب وتوحيد وتبييض لون البشره بطريقه جد فعاله ومن اول استعمال. لهذا كنصحكم انكم تجربوه فهو جد امن على البشره وكيصلح لجميع انواع البشره. دابا نخليكم مع الماسك التالي ونتلاقاو. بالنسبه للماسك الثاني فانا استعملت فيه معلقه كبيره ديال الروز مطحون، الروز العادي الابيض مطحون، معلقه كبيره ديال بودور الكتان مطحون، معلقه كبيره ديال قشور البيض مجففين تحت اشعه الشمس ومطحونين، معلقه كبيره، ومعلقه كبيره ديال حبوب الشاي مطحون، معلقه كبيره ديال حبوب الشاي مطحونين، يعني ناخذ منهم معلقه كبيره، ومعلقه كبيره ديال دانون طبيعي ياغورت، ومعلقه كبيره ديال العسل طبيعي اولا عسل طبيعي للتجميل معلقه كبيره،
وطبعا غادي نجمع هاد الماسك هذا بالحليب السائل كامل الدسم، حليب سائل كامل الدسم غادي نجمع به الخيط، حسب الخيط غادي نضيف الحليب. بالنسبة لهذا الماسك هذا فهو ماسك جد فعال في تنقية المسامات، تنظيف البشرة، تخلص من الحبوب، شد البشرة، تبييض البشرة، توحيد لون البشرة، تخلص من الأوساخ والتسبغات، وكيهدئ البشرة وكيهنينا من الحبوب نهائيا. حتى هو كنستعمله على البشرة ديالي والعنق ديالي لمدة 20 دقيقة، وحتى هو كنغسله بحركات دائريين. طبعا غادي نخليكم دابا تشوفوا طريقة تطبيق الماسك على البشرة، ونتلاقاو باش نكملوا الفيديو. فهو ماسك جد فعال في تنقية وتنظيف المسام، في التخلص من التجاعيد، توحيد لون البشرة. هذا الماسك هذا فهو جد فعال في شد البشرة والتخلص نهائيا من التجاعيد، التخلص من ترهل البشرة، والتخلص من جفاف البشرة. فهو كيرطب بعمق، كيشد البشرة، كيخلصنا من تجاعيد الخطوط الرفيعة، وفي نفس الوقت كيبيض البشرة بطريقة جد فعالة. صراحه هاد الماسكات هادو فالنتيجه ديالهم كتبان لكم من اول استعمال. هاد الماسكات اون فوا غتستعملوهم غادي يبان لكم النتيجه ديالهم، لانهم جد فعالين في تبييض البشره والتخلص نهائيا من تسبغات الكلف، الاسمرار، عدم توحيد اللون، يعني النقاط في البشره ديالكم. الا عندكم دوك النقاط في البشره ديالكم فهاد الماسكات هادو فهما جد فعالين في تبييض البشرة بطريقة جد ملحوظة. إلا كنتو كتقلبوا على بشرة زجاجية موحدة ولامعة مشرقة، ما عليكم إلا تبعوا هذا الروتين هذا. بالنسبة لهذا الماسك هذا حتى هو كنستعمله نهار ونهار لا على البشرة ديالي والعمق ديالي لمدة 20 دقيقة، وكنغسلو بحركات دائريين، لأنه كيساعد في تنظيف المسام والتخلص من الشوائب، توحيد لون البشرة، تبييض البشرة بطريقة جد فعالة. ودابا غادي نخليكم مع آخر خطوة ونتلاقاو. كيف شفتوا معايا أنا دائما كنحاول في الروتين ديالي ضروري كنستعمل تونر لسد او لغلق المسامات، لان التونر كيساعد في توازن الدهون على سطح البشره، توازن البي اش بي، وكيساعد في غلق المسام وترطيب البشره، وكيجهز البشره باش تستقبل باقي الروتين او لا باقي الكريمات. ولهذا انا خصوصا في هذه الفتره هذه كنستعمل ماء الورد، لانه اعجبني حيت كيهدئ البشره وكيرطب البشره بعمق، وكيعطي واحد الاشراقه، واحد الحيويه للبشره ديالنا. صراحه كنستعملو دائما البشره ديالي سواء صباحا او لا مساء. كان هذا هو الروتين ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال اعجابكم، تكونوا استفدتوا معايا. صراحه الا بغيتوا البشره ديالكم تكون مشرقه ولامعه وجذابه، خاصكم ضروري تعتنيوا بها وتعطيوها الماسكات والكريمات اللي تستفاد منهم، باش هكا غادي تحصلوا على بشره جد مشرقه، وبشره موحده، وبشره لامعه، وبشره صافيه جدا. لهذا كنصحكم تبعوا جميع النصائح اللي كنشارك معكم في القناه ديالي باش تحصلوا على بشره جد صحيه ولامعه ومشرقه. كان هذا هو الروتين ديال اليوم، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. دابا وصلنا لاخر ديال الفيديو، فوقاش غادي نشوفكم ان شاء الله في الفيديو المجي. باي باي.